التي تكلم الله فيها عن نبيه أثناء رحلة المعراج، والتي يحلو لكثير من الناس أن يهرفوا بما لا يعرفوا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الصورة واضحة في أنها تتكلم عن المعراج. وإذا خرجنا عن هذا النطاق أصبحت غامضة، وأصبح كثير من آياتها لا معنى له والعياذ بالله تعالى. ومن هنا ترى العلماء وهم يتمسكون بقضية معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى، ليس فقط لما فيها من معجزة سلت قلب النبي، وليس فقط أنها قد صحت الرواية في هذا الشأن، وليس فقط أنها تبين قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث إنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وأنه على كل شيء قدير. ليس هذا فقط، هذه الآيات لا يستقيم فهمها إلا بقصة المعراج التي سميت أيضا بقصة الإسراء، لأن المشي بالليل في الأرض أو في السماء يسمى إسراء. وهذا ما جعل بعض أهل دواوين السنة كالترمذي ومسلم وكذا يعبرون بهذا، يقول ليلة الإسراء على الإسراء والمعراج، ويأتون بأحاديث المعراج في هذا المقام. والنجم إذا هوى، يقسم بهوي النجم، ما ضل صاحبكم وما غوى. ألا تشاهدون النجم اللي احنا بنسميها النجمة موديل، نراها في السماء هكذا تهوي وتحترق. إذن فهو يتكلم عن أمر مرده إلى السماء، مسألة في غاية الوضوح. وهذا خوف كبير أن الكلام لا يكون له معنى إذا تم إنكار هذه الحقائق وإنكار الواقع. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. إذن هناك نزاع عندما يسمع المشركون في مكة أن رسول الله قد اخترق السماء، يصفونه بالكذب بالضلالة بأنه يفتري عليهم. ما ضل صاحبكم وما غوى. إذن فالله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء بنفي الضلالة عن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما حدث في هذه الليلة. وما ينطق عن الهوى، إذن فهذا ليس من خياله ولا من كلامه، وإنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا وحي يوحى، إذن فما يقوله إنما وحي أوحاه الله إليه. فلما نزل وقال إن الله قد فرض عليكم 5 صلوات، إذن فال5 صلوات ركن من أركان الدين، و5 صلوات هي فريضة علينا في كل يوم وليلة، والصلوات الخمسة هي ذروة السنام وهي عماد الأمر. إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. شديد القوى اللي هو جبريل، ذو مرة فاستوى، يعني له مكانة. واستوى يعني استولى، فالاستواء معناه الاستيلاء. ذو مرة فاستوى، يعني هو له إمرة وله كلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استولى على قلبه
وكان سيدنا يحبه حبا جما. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ده في السماء. يعني أنا يعني تخيل الإنكار يصبح الكلام لا معنى له. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، يعني يصف مسالك السماء، تمشي هكذا فإذ بيك تتدلى هكذا. وهذه هي المنحنيات التي اكتشفها العلماء، وبناء عليه جعلوا مسارات أقمار الصناعية التي تذهب إلى القمر أو إلى المريخ أو كذا إلى آخره، تسير في مسارات ثم دنا فتدلى، يعني في مسارات منحنى وليس في مسار مستقيم كاستقامة خط الأرض. حتى قال بعضهم أنه ليس هناك أصلا خط مستقيم لأنه جزء من محيط الدائرة. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، أيضا شبه المسألة بالقوس لأن فيها عروج وفيها تقويس، أو أدنى قاب قوسين يعني الطرفين اللي بيحط فيهم الخيط أو الوتر بتاع القوس، فدي مسافة بسيطة